هيا حلوين، عاملين ايه النهارده؟ جبت شويه حاجات من سيفورا ومن سنتر بوينت، كان عامل سيل برضو، وفي حاجات من مينيسو وكارفور، وكمان جبت حاجات من نون. وهحكي لكم قصه كده صغيره عن نون اللي حصل معايا، عملت مأساة علشان الحاجات توصلني دي. سو بليز قبل ما تبتدي متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، كمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجايه، وفولو مي على انستغرام وتيك توك، دايما اللينك تحت في الديسكربشن. الاول نبتدي بمينيسو وكارفور عشان ما جبتش منهم حاجات كتير، هي كام حاجه كده بس كنت محتاجاها. جبت من كارفور، كان في بنت كتبت لي جربي زيوت الشعر الهند جديدا، الزيت ده اللي هو اسمه ايمامي، معرفش هو هندي ولا لا، بس هو مكتوب عليه ان هو بلد المنشا الامارات العربيه المتحده، يعني هو اماراتي. يعني هي كانت قالت لي جربي الزيوت الهندي وجربي الزيت ده حلو جدا، فقلت ان انا اجربه خصوصا ان سعره مش غالي خالص. منيسو دول اللي هما بتوع الموبايل، بيتحطوا في الموبايل، جبت اتنين عشان ليا انا واحمد، هاخد انا البينك اكيد طبعا، اكيد لازم اخد البينك. جبت دول للشعر، دول كان عندي مش عارفه بيسموهم ايه، رولو ولا ايه، بس اللي هما بيتلفوا على الشعر بيعملوا كده للشعر، فيقوم يعمل ويفز وبتاع من غير حراره، من غير اي حاجه تضر الشعر يعني، وهي متقسمه احجام كبير وصغير حسب ما انت عايزه، بس غير اللي احنا متعودين على شكلها. انا جبت كذا مره اللي احنا متعودين على شكلها، وجبت اللي هم بيبقوا احجامهم كبيره وكده، بس معرفتش اتعامل معاهم. كل ما اجي الفها على شعري تروح، ما يعني الشعر يطلع منها مش تبقى مظبوطه، فقلت دول اجربهم يمكن فكرتهم حلوه. لسه حتى معرفش هم بيتعملوا ازاي، يعني ايه الفكره، خليني اوريكم شكلها، شكلها عجيب يعني. فكرتهم عاملة ازاي، يمكن بتدخلي الشعر من هنا وتبتدي تلفي، ولا بتلفي وتروحي حاطة الرا دي بتطلع كمان، حاجة غريبة مش عارفة، هحاول اشوف بتستخدميهم ازاي. اعتقد فيها تريك كده ان هي مش عارفة، يعني هم حاطين لك هنا طريقة الاستخدام، بس انا هقعد اشوف يمكن اعمل اكتب على جوجل ولا حاجة يمكن يطلع لي بتاع، او اقرا اللي مكتوب عليها، بس هشوف يعني لو طلعت حلوة تبقى حاجة كويسة، لان انا ما بعرفش اعمل البكرات العادية. انا جبتها من سنتر بوينت، كان عامل سيل على ميك اب ريفولوشن، جبت منه 3 حاجات، انا عامل سيل 50%، حاجه من ميك اب ريفولوشن عليها خصم 50%، فجبت اول حاجه البلاشر ده من عندهم، شكله حلو قوي الدرجه اللي معايا دي، اسمها لاف ستراك، ده شكل الدرجه، ومن جوه ناعمه قوي، وجربتها مره على فكره حلوه وبيجمنت قويه، يعني تفضل ثابته فتره طويله. كمان البلاش ده من عندهم كان نفسي فيه من زمان، لان هو على شكل قلب كده، وانا بصراحه بحب الميك اب اللي بيبقى شكله حلو، وطبعا كان في علبه كرتون كده، بس انا اول لما جيت كان في علبه كرتون وكان عليه سلوفانه، وكذلك برضو ده ما كانش في علبه كرتون، بس كان من هنا مقفول ببلاستيكه كده، وده كان في علبه كرتون، وكانت العلبه كرتون معموله زي بسلوفانه كده ومبرشمه يعني، بس انا طبعا شلتها وجربتها، لان بصوا شكله عامل ازاي، شكله تحفه. طبعا ممكن تستخدمي كل درجه لوحدها، بس انا بخلط الثلاثه مع بعض. جبت كمان من عندهم الكونسيلر ده، اسمه كونسيلر ديفاين، ده مشهور قوي، كان مشهور في فتره كده، ان هما بيقارنوه بان هو بديل تارت وكده. الدرجه اللي انا جبتها دي رقم 7، C7، وبرده كان سيلد ومقفول، بس انا فتحتوش يعني، شلت بس من عليه الورقه اللي هي بتبقى قافلاه دي وخلاص، سبته ما فتحتوش، مش هفتحه دلوقتي، استنى شويه لان عندي كذا كونسيلر مفتوح وبعدين اجربه. بقى السيفورا ما جبتش منهم حاجات كتير برده، كان عندهم هم عاملين سيل اونلاين على فكره، لسه ستيل السيل موجود بس اونلاين، بس ما عادش موجود في المحلات، بس على حاجات معينه، فانا بصراحه الحاجات دي ما جبتهاش في السيل، جبتها من الستور نفسه. انا اصلا كنت داخله اسال على البلد بتاعه الليبستيك بتاعه اناستازيا، بس قالت لي خلاص ان هي ديسكونتينيد، معلش بتنزل، وبرده الهايلايتر بتاع امريزي قالت لي ما عادش موجود، فللاسف ما معرفتش ان انا اجيبهم يعني، فجبت البلاش ده من داخله اسال على الليبستيك وجبت بلاش، جبت البلاش ده من نارز، انا بحب البراند بتاع نارز، ونارز ما عملتش سيل خالص في البلاك فرايدي يعني في سيفورا، انا ما اعرفش المحل نفسه البرانش بتاع نارز عمل ولا ما عملش، بس في سيفورا ما كانش عليهم سيل خالص، ما نزلوش سيل عليهم. جبت ده ليكويد بلاش اسمه اورجازم، تقريبا كل الناس عارفاه، وفتحته وجربته مره، هو متجرب اهو، بصوا حلو جدا، دي الدرجه، وما تحتاجيش غير نقطه يعني، ناعمه قوي ومش محتاجه هايلايتر يعني، وثابته على فكره. كمان جبت كمان الفاونديشن بتاعهم اللي هو اسمه ناتشرال راديانت لونج وير فاونديشن، الدرجه اللي معايا دي رقم ميديوم 1،
ده شكله بيتهيألي ناس كتير عارفاه، يعني فاونديشن قديم ما هوش جديد. هو الجديد بتاعهم اسمه سوفت مات، ده القديم في علبة ازاز كده وكميته 30 ملي. جربته برضو مرة، اهو متجرب برضو. جربته برضو مرة بس حلو قوي، عجبني والدرجة مظبوطة عليا قوي، اللي هي مش غامقة ومش فاتحة، يعني درجتي بالظبط. كمان الباودر دي من هدى بيوتي بس دي الحجم الصغير، قلت بدل ما اجيب الحجم الكبير يعني، وكده كده الباودر بتقعد فترة طويلة فما لهاش لازمة، جبت الحجم الصغير اللي اسمها بيبي بيك لوس بيكنج اند سيتنج باودر. ده شكلها، حجمها 6 ملي على فكرة، وفكرتها ان انتي بتفتحي ده كده وبتدوري تروح طالعالك الاسبونج دي والباودر من جوه عشان ما تتفتحش يعني. البنت اللي كانت واقفة على البراند بتاع نارز قعدت تقنعني ان انا اشتري الماسكارا، وانا اقول لها انا عندي ماسكارات بالهبل يعني وبتاع، قعدت تقولي الماسكارا انتي حطاها مش حلوة. انا كنت حاطة ماسكارا من اسنس اصلا، بس قعدت تقنعني ان انا اشتري الماسكارا الحمراء. المهم يعني انا مش عايزة بصراحة ماسكارات من نارز، يعني مش عارفة لو حد فيكم جرب الماسكارا بتاعتهم هل هي حلوة ولا وحشة يكتب لي تحت في الكومنتس، بس انا ما شفتش ان في حد يعني انها عملت هايب او حاجة، يعني ما شفتش ان حد اتكلم عليها. المهم يعني ان هي ادتني هدية فيها الماسكارا دي بقى، هوريها لكم. ده الماسكارا بس طبعا الحجم الصغير، بتيجي اكبر من كده. ده شكلها، فرشتها عادية يعني بس ما اعرفش ما جربتهاش بقى، فرشتها تقريبا بتكثف الرموش يعني، فمش عارفة هل هتكثف فعلا ولا ايه النظام. شكل العلبة شكلها كيوت قوي. ويدادني كمان ليبستيك اسمه روز كليف، ده شكله صغير طبعا، كل الحاجات دي الحجم الصغير. الحاجة كلها اللي انا جايباها باللون الاسود، الحاجات محطوطة في باكج سودا. ده شكله صغنون قوي يعني، بصوا اصغر من صباعي كمان. وده لونه لون النود اعتقد، اللون ده بيبقى حلو يعني. واخر حاجه بقى اديتني عينه من الفاونديشن الجديد اللي هو اخر حاجه نزلوها، اللي هو اسمه سوفت مات كومبليت فاونديشن، وادتني الدرجه برشلونه. الدرجه دي غامقه عليا شويه بس هي ميديوم فور اعتقد، ميديوم فور اسمها برشلونه. ده شكلها وكميته 2 ملي، فممكن يكفي بتهيألي 3 أو 4 مرات تستخدميهم يعني، حلو يعني. فهشوف لو الفاونديشن حلو هجيبه، لو ما عجبنيش خلاص. كمان ادوني الهدية دي او سامبل كده من هدى بيوتي الماسكارا بتاعتها، ده شكلها بس سامبل صغنونة قوي يعني. ده بتكثف مكتوب عليها ميجر فوليوم، واحدة دراماتيك كيرل، ده واحدة من ناحيتي واحدة من ناحيتي، مش عارفه بقى، خلونا نشوف يعني. اوكي كده ده سامبل يعني، ده شكل الناحيه دي. هي اعتقد الماسكارا نفسها هي بناحيتين، فهي بتشتريها كانك اشتريتي ماسكارتين في ماسكارا يعني، بس انا مش عارفه ما عنديش الشجاعه ان انا اروح اشتري ماسكارا من هدى بيوتي. حاجه بقى جبتها من نون، جبت الفرشه دي من ريفلو، وعملوا معايا يعني، عايزه اقول لكم ان انا عملت 100 خناقه عشان الفرشه دي تيجي. انا مش حابه ان انا اعمل فيديو اقول لكم فيه ما تشتروش من نون وبلاش نون ونون نصب عليا ونون مش كويس والكلام ده، بس انا حابه احذركم ان انتوا يعني لو هتطلبوا من نون اطلبوا كاش، ما تطلبوش بالفيزا بتاعتكم، لان هو اللي حصل معايا ان انا طلبت الحاجه يوم 12 ديسمبر ولغايه يوم 22 الحاجه ما كانتش وصلت، وكل يوم مندوبي يكلمني يقول لي اصل انا في البيزنس باي، اصل انا عند برج خليفه، اصل انا مش عارفه ايه، والحتت دي بعيده عن بيتي يعني، فاللي هو انا المفروض اعمل ايه يعني، المفروض مثلا البس وانزل اخدها منك، مش فاهمه. ولما اتصل بيهم والمندوب يقول لي دي، فبقول له لا انا في اريا مختلف، انا في المكان الفلاني، يقول لي لا لا دي مش الاريا بتاعتي، يروح قافل في وشي، تك قافل في وشي، اللي هو ما يقوليش مثلا طب كلمي خدمه العملاء، طب ما اعرفش ايه ولا اي حاجه، يروح تك قافل في وشي. ده كان اول مندوب كلمني. تاني مندوب كلمني قال لي اصل دي مش الاريا بتاعتي وانا ما اقدرش اجي لك، فكلمي خدمه العملاء. فقلت له طيب ماشي. كل مره اتصل بخدمه العملاء اقول لهم هو ليه المندوب بيكلمني يقول لي ان انا في مكان مختلف، ما انا كاتبه العنوان صح من البدايه، انا ما غيرتش العنوان ولا حاجه. يقول لي اصل انت غيرتي العنوان. هو بقى المندوب لما انا كلمته المره الاولانيه راح عمل فيا او قال ان انا اللي غيرت العنوان، فبقى متسجل عندهم ان ايه
ان انا غيرت العنوان. قلت لهم لا يا جماعه انا ما غيرتش العنوان، المندوب بيتكلم بيقول كلام غلط او المندوب مش فاهم صح. قلت بقى 3 ايام وما كنتش طالبه دي بس، انا طالبه حاجات لاخويا وطالبه كذا حاجه تانية. في الاوردر كان كبير ودفعت مبلغ كبير واوريدي دفعت، يعني انا خلاص دفعت بالفيزا بتاعتي ومستنيه بقى الحاجه تيجي، يعني مش يعني هم خلاص خدوا الفلوس وانا ما خدتش حاجه. كلمتهم تاني بقى، كنت كل يوم الصبح اكلمهم، كل يوم اصحى الصبح اكلمهم، يعني بدل ما افطر بكلم نون. اصل انت غيرتي العنوان، كل ما اكلمهم يقولوا لي اصل انت غيرتي العنوان. قلت لهم طيب يا جماعة انا غيرت العنوان خلاص، اكتبوا العنوان الجديد عندكم، مكتوب عندك اهو. فيروح اخد مني العنوان الجديد اللي هو العنوان اللي انا فيه اوريدي، يروح المندوب تاني يوم يكلمني يقول لي انا مش عارفه عند برج خليفه، برضو اتصل بيهم يقول اصل انت غيرت العنوان. فاهمين بقى اللي هم جننوني جننوني. في الاخر قلت لهم انا هكلم حمايه المستهلك، انا ما يعني زهقت، انتوا قرفتوني في عيشتي. فكلمت حمايه المستهلك ونزلت بوست على الفيسبوك كمان، وممكن كمان اوريكم ناس يعني كميه التعليقات اللي جات لي. طبعا هشيل اسامي الناس يعني عشان ما يبقاش ان انا يعني ما ينفعش ان انا ابين اسامي الناس وكده، بس هوريكم بس كم التعليقات اللي جالي من 23 كومنت او 24 كومنت على جروبين مختلفين للناس اللي عايشه هنا. كلهم بيقولوا لي ان هم طالبين من يوم 1/12 والاوردر اتاخر عليهم، وفي اللي يقول لي انا طالب ومن بدري وبقالي شهر طالب تلفزيون وما جاليش، وفي اللي يقول لي انا اصلا طلبت ودفعت وهم عملوا ان الاوردر ديليفرد وانا ما استلمتش حاجه، وفي ناس كتبت لي انا حصل معايا نفس الموقف ولسه لغايه دلوقتي ما كلمتش ولسه لغايه دلوقتي ما استلمتش الاوردر، وفي ناس تانية تقول لي اتصلي زعق لهم وعلي صوتك وقولي لهم ان انت هتبهدلي الدنيا، ويعني ايه اللي هو اتصلي زعقي فهم هيخافوا كده. اتصلت وزعقت واحمد اتصل وزعق ومفيش حاجه. قلت لهم في الاخر خلصوني بقى من القصه دي، انا اصلا مسافره فانا عايزه الحاجه توصلني. اللي يقول لي انا في الكومنتات بقى يقول لي انا طلبت الاوردر ولغيته راحوا مرجعين لي الفلوس على المحفظه بتاعت نون. طب ما انا لو عملت كده هيرجعوا لي الفلوس على المحفظه بتاعت نون، انا هضطر اطلب من نون برضو، فانا بلف في دايره يعني هي نفس الدايره ما استفدتش حاجه. وفي ناس تانية كتبت طلبت الاوردر وما استلمتش وعملت ريفاند، يعني خلاص رجعت الحاجه مش عايزها ولسه ما رجعوليش الفلوس، بقالي شهر بتصل بيهم ما رجعوليش الفلوس على الكارت بتاعي. فاللي هو انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، يعني هل الغي الاوردر مثلا؟ انا خايفه الفلوس ما تجيليش. عشان كده بقول لكم ادفعوا كاش، يعني حاجتك جت تدفعي لهم الفلوس، حاجتك ما جتش خلاص. ناس كتير قوي كتبت لي كده، ميبي علشان هم مثلا اخر السنه فعندهم لود جامد معرفش. وكذا حد برضو قال لي انا عمل نفس الحركة دي معهم في البلاك فرايدي. انا معرفش ايه المشكلة عند نون، بس كمان الكاستمر سيرفيس بيتكلموا بطريقة وحشة. في واحدة منهم كانت بتكلمني بطريقة وحشة جدا، اللي هو قلت لها خلاص مع السلامة، يعني في انا وصلت المرحلة مع السلامة خلاص مش هينفع اصلا نكمل في الحوار. هي بتتكلم بطريقة وحشة جدا، وانا اتصلت عملت فيها شكوى برضو، وبعدين قلت لهم طب خلي حد من المدير يكلمني. اتصل المدير قال لي احنا اسفين وخلاص، وراحت قافله وقالت لي الحاجه هتوصلك بكره، استنى يوم 2. الحاجه ما وصلتش برضو بعد ما المدير هو اللي كلمني. فاللي هو انتوا مالكوش كلمه يعني ولا ايه؟ ما فيش حد صادق ابدا، يعني ما حدش كلمته قال لي كل يوم يقولوا لي الحاجه هتوصلك بكره خلال 24 ساعه، لغايه ما في يوم بقى اتصلت بيهم الصبح اول ما صحيت قلت لهم انا دلوقتي عايز اعرف الاوردر ده هيوصلني امتى. قال لي انا المسجل عندي ان الاوردر خرج. قلت له يعني المفروض خرج هيوصلني امتى؟ قال لي المفروض هيوصلك النهارده. هو بقى ده اليوم الوحيد اللي هو جالي فيه، اللي هو كان تقريبا يوم 22 او يوم 23، بعد 10 ايام او 11 يوم من ما طلبت الاوردر جالي اليوم. وبعدين بقى بعد ما طلبت الاوردر وجالي مسجلينه على الابلكيشن ان هو وصلني يوم 13. فاللي هو انا مش فاهمه بصراحه، يعني الاداره سيئه 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 جدا. المهم عشان ما اطولش عليكم، يعني انا حبيت بس اقول لكم انا مش عايزه اعمل الفيديو ده اللي هو بروباجندا وخلاص، يعني مش عايزه اقول لكم ما تشتروش من نون او نون نصابين او الكلام ده، انا مش عايزه اعمل كده بصراحه. وكان ممكن اعمل فيديو مخصوص على نون علشان اقول ان هما كده وبتاع، بس انا مش حابه الاسلوب ده ومش حابه الطريقه دي. بس بقول لكم خليكم اشتروا كاش في المضمون احسن، جاب لكم الحاجه الفلوس معاكم، ما جابلكوش الحاجه خلاص فلوسكم في جيبكم، انتوا ما اتضررتوش في حاجه. انما فكره ان انا ادفع وافضل مستنيه الحاجه تجيلي ويقعدوا يقولوا لي يوم لا يوم اه يوم لا يوم اه،
انا ما اعرفش ده ايه بصراحه. انا عمري ما هطلب من نون تاني وهدفع بالفيزا. على فكره انا بتكلم على نون الامارات، الكلام ده حصل في نون الامارات، انا ما اعرفش نون مصر عامل ازاي. برضه ما تشتروش من نون مصر، اشتروا بس الاضمن خليكم ان انتوا تدفعوا كاش. جاب لكم الحاجه دول الفلوس، ما جابلكوش الحاجه خلاص، ما يعني ما يبقاش اللي هو الفلوس راحت والحاجه ما جاتش والدنيا باظت من كل حته. انا شخصيا عمري ما طلبت حاجه من نون مصر، بس انا دايما بتعامل مع سوق اللي هو دلوقتي بقى امازون، بس عمرهم ما حصل منهم اي حاجه تضايقني خالص. انا كنت بطلب منهم في مصر كتير جدا جدا، يعني كل تقريبا الميك اب بتاع الجواز اللي انا جايباه من على سوق، فعمر ما حصل ده. فانا بصراحه اتضايقت منهم جدا يعني. وعلى فكره دي مش اول مره تحصل من نون، يعني الاوردر ده والاوردر اللي قبله حصل فيه نفس القصه برضو. واتصل بيهم يقول لي اصل انت غيرتي العنوان، وانا ما بقاش مغيره العنوان ولا حاجه، فمش فاهمه عندهم مشكلة غريبة يعني. المهم ان انا جبت هير دراير ده من ريفلون. ده طبعا للي عارف الهير دراير ده قديم قوي، بس هو ما كانش نزل في الميدل ايست، فانا لقيته على نون، موجود على نون، موجود على شرف دي جي، دول الاثنين الموجودين اللي لقيتهم هنا في الامارات، فجبته. سعره 270 درهم. ما بيجيش معاه هي العلبة، محطوط فيها بس الجهاز ده كده من غير اي حاجة تانية، يعني مفيش مثلا كليب للشعر ولا في اي حاجة تانية، هو كده وده شكله، ومكتوب عليه من هنا ريفلون. وجربت مرة، على فكرة هو ده اللي انا عاملة بيه شعري النهاردة. هستنى برضو كذا مرة كده اعمل بيه شعري واجربه واقول لكم رأيي فيه. واصلا ريفلون نزلت واحد جديد اللي هو لونه احمر وضيقوا دي شوية صغروها، وفي ناس بتقول ان هو بقى اقوى، بس برضو لسه منزلش في الميدل ايست. ده هجربه كام مرة كده وان شاء الله اعمل لكم عنه ريفيو، لو حابين. تالي اصلا ناس كتير عملت عنه ريفيو على اليوتيوب، فانا ممكن اعمل عنه على انستجرام. لو حابين فيديو مفصل عنه على اليوتيوب اكتبوا لي برده تحت في الكومنت. وبس كده يا حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب ما كنت طولت عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وفولو مي على انستجرام وتيك توك، بسيب دايما اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.